هنشوف هنشوف على بعض ضيوف عندنا يا مرحبا احنا بنرحب عاملين مؤتمر تمام احنا جايين عشان نحل المشكله يا هقول لك يا ريس اتفضل تمام احنا جايين نحل المشكله معناها هو ساعتها ما سمع حد فيها تمام وسمع شيء وزير وجه واعتمد المبالغ الماليه ان شاء الله 30/10 هتكون المنتجع كلها ان شاء الله جاهزه باذن الله وتبقى تمام 2010 واخدين موافقه 4 كيلو 4 يا شيخ المحافظ واحد بس 2010 واخدين موافقه 4 كيلو يفلوس في البحر عشان ما رشحش عشان ما تعملش من حاجه واحد بس شغل الميه بتاع النيل خالص وشغل الارض ما تعملش يبقى الارض يبقى الارض مالك يا سياده الوزير يبقى استنى يا سعيد يبقى الارض مالك من 74 اتفضل كنا ايه اللي بنعمله دلوقتي هو دلوقتي المنطقه هنا حوالي 4780